موضوع هذه الخطبه حقيقه لا يخلو من طرافه ولكنها طرافه مشوبه بالالم لانها ترتبط بالموروث الحديثي ما روي عن النبي واله عليهم افضل الصلاه والسلام وما طال حقيقه هذا الموروث من يد التلاعب والتزوير والتحريف والوضع وغير ذلك مما دخل على الخط او غير مما نقل عن النبي وعن اله عليهم افضل الصلاه والسلام المفترض بالمسلمين في ذلك الزمان ان يعتنوا بهذا الموروث الحديثي على الاقل على الاقل باعتباره المصدر الثاني للتشريع فضلا عن انه صادر عن افضل الناس هو على الاقل المصدر الثاني للتشريع كان المفروض ان تكون هناك عنايه وحفظ لهذا الموروث كي نبعده عن اي يد من الممكن ان تعبث به ولكن كما هو معلوم وغير خافي وتحدثنا عنه مرارا وتكرارا بان يد التزوير والتحريف والتلاعب قد عبثت بهذا الموروث. موضوعنا في هذه الخطبه عن الجرجير نبته الجرجير. مؤخرا انتشرت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي رساله مضمونها التحذير من تناول هذه النبته باعتبار ان هناك مرويات عن النبي وعن اله عليهم افضل الصلاه والسلام تحذر بعناوين مختلفه من تناول هذه النبته. حقيقه اصل الموضوع لا يهم بشكل كبير يعني ليس بالامر المهم. من يريد ان ياكل الجرجير فلياكل من شاء ان لا ياكل فلا ياكل مساله ليست مهمه الى هذه الدرجه كي تبحث ولكن البحث في هذا الموضوع يمثل نموذجا لمعرفه كيف تغلغلت بعض الكلمات تحت عنوان انها احاديث نبويه او مرويه عن اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام جميعا في البداية نستعرض بعض هذه المرويات ثم التعليق عليها. عن ابي عبد الله الامام الصادق عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه واله قال: اكره الجرجير وكاني انظر الى شجرتها نابته في جهنم وما تضلع منها رجل، تضلع يعني اكل بكثره بعد ان يصلي العشاء الا بات في تلك الليله ونفسه تنازعه الى الجذام وعنه صادق عليه السلام انه قال في الجرجير ما من عبد بات وفي جوفه شيء من هذه البقله الا بات الجذام يرفرف على راسه حتى يصبح اما ان يسلم واما الى ان يعطب عن ابي جعفر الباقر عليه السلام قال الجرجير شجره على باب النار سال رجل ابا عبد الله عليه السلام عن البقل ثلاث انواع من الخضروات الهندباء والباذروج الباذروج يعني الريحان والجرجير فقال الهندباء والبذروج لنا هذه لاهل البيت للمؤمنين الطيبين والجرجير لبني اميه الان فلنعلق على هذه الروايات اولا طبيا علميا هذا المرض مرض الجذام مرض بكتيري يأتي عن طريق البكتيريا لا علاقة له أن تأكل جرجير أو خس أو بطيخ أو أيا كان ما لا علاقة بهذا الموضوع ولا لا علاقة أصلا ما علاقة أنك تأكل بالليل هذا المرض يصيبك إذا أكلت بالنهار ما في مشكلة تعليق الثاني أسانيد هذه الروايات في كتبنا أسانيد تعبير ما مضروبة اما روايات بلا سند قال رسول الله قال الصادق لا نعلم من الذي نقل الينا هذه الروايات فهي مرسله واما ان نجد فيها اشخاص من قبيل ابي جميله ابي جميله هذا ابو جميله راوي كان متخصصا في وضع الحديث وضع الحديث شغله انه يضع الحديث ضعيف ووضاع وآخرون أيضا إما مجاهيل وإما ضعفاء وغير ذلك هذه بالنسبة لأسانيد الروايات تعليق الثالث هذه الروايات موجودة لها أصل في كتب إخواننا أهل السنة أيضا وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أحتمل أنها انتقلت من هناك إلى كتبنا بإضافة قال الصادق وقال الباقر عليهم السلام, السلام. بلحاظ انها متشابهه الى درجه كبيره هذا من جهه ومن جهه اخرى لانها المفروض اقدم زمنا مرويه عن بعض الصحابه فهي اقدم زمنا عن زمن الامام الباقر والامام الصادق عليهما السلام علماء المحققون من علماء اهل السنه رفضوا هذه الروايات في كتبهم وجاءوا بالاثباتات على انها روايات موضوعه لم تصدر عن رسول الله صلى الله عليه واله في كتاب اسمه تنزيه الشريعه المرفوعه عن الاخبار الشنيعه الموضوعه، المؤلف علي بن محمد الشافعي. هذا الكتاب ملخص لعده كتب تتكلم عن الاحاديث الموضوعه، الاحاديث المزوره التي لم تصدر عن النبي. فذكر هذا تحت عنوان، تحت رقم 1584، الوقت ما يسمح اني اذكر ماذا قال. تحت هذا الرقم ذكر مجموعه روايات في كتب اهل السنه عن الجرجير وإن من نبت النار وغيره وكل روايه ياتي اين مصدر الضعف نفس اللي عندنا والضاعين في اسانيد تلك الروايات فلان وضاع فلان ضعيف فلان ضعيف هذا حال الروايات عند اهل السنه تعليق الرابع من أين جاءت هذه الروايات؟ يعني أحيانا عندما تجد مثل هذه الروايات تسأل ما الدافع لوضعها؟ لابد في شيء حقيقة في البداية ذهب ذهني يعني تصورت أن المسألة لها علاقة بالطب اليوناني وكذا القديم لربما كان عندهم اعتقادات معينة في بعض النباتات وآثارها السلبية ودخلت تحت عنوان حديث نبوي أو ما شابه وصرت ابحث في الطب اليوناني وغيره باللغه العربيه باللغه الانجليزيه حقيقه ما وجدت الا الثناء والمديح لهذه النبته واثارها الطبيه الايجابيه ولبذرتها وغيرها وزيتها والى اخره اللهم الا مساله النفخ هذا موضوع اخر ما في يعني مضره من تناول هذه النبته ثم قلت لربما ان المساله من ضمن المعتقدات احيانا في بعض الامم السابقه كان عندهم معتقدات حول بعض الحيوانات بعض النباتات فلربما دخلت من هذا الباب ايضا ما وجدت فيما قرات وبحث شيئا من هذا القبيل براءه الى ان وصلت الى روايه انا احتمل يعني تحليلي الشخصي ان هذا هو السبب وراء اختلاق هذه الروايات كانت هناك في تلك الفتره نحن نتكلم عن عصر قريب من زمن الامام الباقر، الامام الصادق يعني نهايات الدولة الأموية، بدايات الدولة العباسية. هناك كان في حرب كلامية ودعائية عنيفة. في أحاديث كثيرة اختلقت أو تم تحريفها لمجرد أن يثنى على هذا البلد اللي هو الشام باعتباره مأوى الأمويين، للشاميين باعتبارهم حاضنه الامويين عندما نقول الشام في ذلك الوقت يعني بني اميه او اخرين مثلا العراق والعراقيين يعني اتجاه اخر او غيرهم مع ملاحظه اننا عندما نقول خصوم الامويين لا نعني فقط الشيعه خصوم الامويين دائره اوسع من ذلك بكثير فخصوم الامويين وضعوا احاديث ضد الامويين والشام والشاميين الأمويين والشاميين وضعوا أحاديث ضد الآخرين ضد خصومهم ضمن هذه الحرب الكلامية الدعاية يعطيكم بعض النماذج عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال طبعا هذا حديث غير صحيح ووضع على لسان ابن عمر أيضا إن إبليس دخل العراق فقضى حاجته حقق اللي يبي يسويه ودخل الشام فطردوه، لا كانوا ابطال فطردوه حتى بلغ ميسان مدينه ثم دخل مصر فباض فيها وفرخ وبسط عبقريه يعني فرج زوليه بتعبيرنا، بسط هناك هذا الحرب الدعائيه وعنه صلى الله عليه واله هذه الروايات كلها موضوعه غير سليمه الشام صفوة الله من بلاده يجتبي اليه صفوته من خلقه. روايات تتكلم عن ان ارض الشام هي ارض المحشر يوم القيامه. وللاسف هذا في كتاب التربيه الاسلاميه للصف الخامس في الكويت. ارض الشام هي ارض المحشر يوم القيامه. وان في اخر الزمان من يريد ان ينجو من الفتن فليذهب الى الشام. هذه كلها روايات موضوعه. في المقابل وضعوا روايات في ذم الشاميين وذم الشام وغيرها مثلا عن ابي هريره قال ايضا هذه روايه غير سليمه قال رسول الله صلى الله عليه واله ينعق الشيطان بالشام نعقه يصرخ صرخه يكذب ثلثاهم بالقدر يعني يدعوهم الى عقيده فاسده وهم ثلثينهم يستجيبون للشيطان هذا ايضا في ضمن هذه الحرب الدعائيه اللي كانت قائمه الآن ما علاقة هذا بالجرجير؟ العيم عندنا يحبون المهياوة ويسمونها نور الششمي قرة العين. أي نعم. الجرجير اسمه قرة العين في الشام. نبتة كانت مفضلة عند الشاميين. لأن هي قرة العين فصارت سبب للكيد بالشاميين والاستهزاء فيهم من خلال وضع مجموعه من الاحاديث في هذا الاطار ليكشف هذا الامر الروايه التاليه قال القرطبي في كتابه التذكره قال فضل بن صالح المعاقري كنا عند مالك بن انس امام المالكيه عهد مالك بن انس هذه الفتره اللي كنا نتكلم عنها اخر العهد الاموي بدايات العهد العباسي كنا عند مالك بن انس ذات يوم فقال لنا انصرفوا طلعوا من البيت في قضيه في رجل جاء من الشام عند مساله خاصه لا يريد ان يطلع عليها احد فبالتالي اضطر الامام مالك استجابه لهذا وهو علم يعني امام مالك تتكلم عن امام مذهب او على الاقل في ذلك الزمان كان احد كبار العلماء في المدينه وهذا الرجل جاء من الشام خصيصا ليسال سؤالا واحدا ويرتب عليه اثر الان ما كنا نعرف شنو الاثر اللي راح يرتب عليه لو سمع جواب اخر يسال سؤال وطلب ان يكون في خلوه لشده حساسيه الامر وحراجه السؤال وفعلا استجاب للامام مالك واخرج الموجودين فلما كان العشيه صار الليل يقول هذا الراوي رجعنا اليه فقال انما قلت لكم انصرفوا لانه جاءني رجل يستاذن علي زعم انه قدم من الشام في مساله سؤال واحد فقال يا ابا عبد الله كنيه الامام مالك ما تقول في اكل الجرجير يا من الشام يا يسال عن قره العين ما تقول في اكل الجرجير الان هو اللي ربما ياكل هذه النبته الشاميين ياكلونها لكن في احاديث صارت تدور بان هذه نبته جهنم وسوي جذام وكذا فيا يسال الامام مالك ريح قلبي ناكل هذه النبته ولا ما ناكلها فانه يتحدث عن انه عنه انه ينبت على شفير جهنم هذه نبته شيطانيه جهنميه فقلت له لا بأس به اكل عادي ما في مشكلة لا بأس به هني ارتاح فقال استودعك الله وأقرأ عليك السلام حين لو كان مجاوبة قال لأي نبتة شيطانية كذا ما ندري ردة فعل الرجل ماذا لكن بمجرد أن سمع هذا الجواب ارتاح نفسيا وعاد إلى دياره ليأكل الجرجير من جديد الآن هذا حقيقة هذه الرواية تكشف الأزمة اللي كانت حاصلة والدافع لوضع مثل هذا الحديث نكاية بالأمويين والشاميين في ضمن هذه الحرب الدعائية. والإنسان اللي ما عنده تقوى لأي سبب ممكن أن يضع الحديث. أحياناً لمجرد أن يرضي فلان، وأحياناً مجرد أن يقبض مبلغ من المال. واحيانا لينتصر الى مذهبه واحيانا واحيانا الدوافع وضعف النفس له عوامل مختلفه لكن القصه ملخصه في هذا الامر حرب دعائيه دفعت الى وضع مجموعه من الاحاديث في بيئه معينه ثم تغلغلت الى كتبنا وتحولت الى روايات البعض يؤمن بها التعليق الاخير لاحظ الامام موسى الكاظم عليه السلام حسب هذه الرواية إن صحت أيضا لا نستطيع أن نحكم بالصحة مئة بالمئة ولكن متوافقة حقيقة مع أسلوب الأئمة الأئمة عليهم السلام عندما كانوا يشاهدون انحرافا ما كانوا يعالجون بطريقتين الطريق الأول قوليا بالتوضيح والإتيان بالدليل الأسلوب الثاني الأسلوب العملي حتى يقول للطرف الآخر لا تشك بكلامي أنا عملياً امارس هذا الامر او امتنع عنه. الروايه عن موفق مولا ابي الحسن كان يخدم الامام الكاظم عليه السلام قال: كان مولاي ابو الحسن عليه السلام اذا امر بشراء البقل يامر بالاكثار منه ومن الجرجير فيشترى له وكان عليه السلام يقول: ما احمق بعض الناس يقولون انه ينبت في واد في جهنم. والله عز وجل يقول: وقودها الناس والحجاره فكيف تنبت البقل؟ هذا هذه الروايه لربما تكون فصل الكلام في هذه القضيه، ان التعامل مع التراث الحديثي بحاجه الى التثبت والتحقيق وعدم الاستعجال بقبول الروايات وترتيب الاثر عليها لما يعانيه هذا الموروث من مشكلات كالوضع والتحريف والنقصان وانقطاع ارتباطها بسبب الصدور وغير ذلك وما قضيه الجرجير على بساطتها وعدم اهميتها الا نموذج واحد يبين لنا كيف كان يحدث الوضع وما هي دوافعه السياسيه او الدينيه او المذهبيه او غير ذلك وضروره الحذر حذر الاخوه الاعزاء عند نقل ما يدخل تحت عنوان الاحاديث وتداولها وكانها مسلمات فالمتصيدون كثر والكلمه مسؤوليه اللهم